وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب في نشرة الثالثة، وبداية إذ تحدثنا عن دور الشعب البرلمانية في تعزيز العلاقات البرلمانية وحضور المؤتمرات الدولية والاجتماعات البرلمانية. مرحبا. طبعا الشعب البرلماني كان له دور فاعل خلال السنوات الأخيرة في العمل الدبلوماسية البرلمانية، وكان عمل حقيقي بالنسبة لحضور المؤتمرات الدولية وخاصة القضايا الأساسية اللي يتحدث عنها العالم وجميع دول العالم وبرلماناته. وكانت البحرين فاعل رئيسي في هذه المؤتمرات من حيث النقاشات والأوراق المقدمة، وفي نفس الوقت حظيت البحرين باحترام دولي كبير من خلال المشاركة في هذه الفعاليات، نظرا للتجارب المميزة التي يعني دخلتها البحرين ونجحت في الكثير من هذه التجارب بامتياز ونقلتها إلى العالم بصورة أو بأخرى من خلال الدبلوماسية البرلمانية. وكنا يعني حريصين أيضا باستمرار أن نشارك، ليس من أجل المشاركة وإنما من أجل أن تقديم التجارب والاستفادة من تجارب الآخرين. وهكذا كانت هو الحراك البرلماني والدبلوماسية البرلمانية خلال ما لا يقل عن 5 سنوات الماضية بشكل مكثف، وفي نفس الوقت في تعاون دولي وأقليمي بالنسبة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بالنسبة للمحيط العربي والأسيوي، وأيضا انطلاقا للعالم. نعم سعادة النائب، ماذا تمثل استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العمومية، وما هي أهم المواضيع التي سوف يتم طرحها؟ طبعا يمثل كثير بالنسبة للبحرين، لأن هذا النوع من المؤتمرات هو مؤتمر دولي كبير، مؤتمر هو على غرار ما يجري في الأمم المتحدة من مؤتمرات هامة وسياسية كبرى. هذا المؤتمر على مستوى البرلمانات، جميع برلمانات العالم تقريبا تشارك، أكثر من 178 دولة، وهناك مشاركة تقترب من 2000 مشارك في هذا المحفل الدولي. وفي نفس الوقت المواضيع المطروحة يعني تعطي البحرين وتعطي حضور البحرين سياسيا ودبلوماسيا الكثير من الاهتمام العالمي، الذي يعني ينظر للبحرين اليوم كتجربة وكممارسة وفي نفس الوقت كدور ريادي على مستوى منطقة الخليج الكثير. بالنسبة للمواضيع المطروحة على جدول الأعمال لهذا المؤتمر، طبعا المؤتمر الرئيسي يتعلق بالتعايش السلمي، التعايش والسلم العالميين وفي الدول بالمنظومة الشاملة. وفي نفس الوقت هناك قضايا أساسية أخرى تتعلق بقضايا الطفل والأمومة وقضايا المناخ وقضايا المرأة والطفل وأيضا قضايا حقوق الإنسان. كل هذه القضايا مطروحة اليوم للنقاش في هذا المؤتمر، وهي قضايا تحظى ب يعني نقاشات مكثفة في العادة بين جميع الدول من خلال المؤتمرات السابقة، وهذا المؤتمر أيضا راح يكون أيضا مركز على هذه القضايا. وهي قضايا كما تلاحظون تهم السلم العالمي، والعالم اليوم يمر بالكثير من التحولات السياسية والعسكرية وهناك حروب، وبالتالي جاءت هذه الدعوة من قبل البرلمان الدولي لكي يكون موضوع التعايش والسلم في العالم موضوع رئيسي، نظرا لما المخاوف التي تحيط بالبرلمانيين في العالم من يعني تمادي هذه النزعة العدوانية على مستوى الحروب والخلافات والتباينات العميقة بين الكثير من الدول والأقاليم. وبالتالي هذا المؤتمر يطرح نفسه بالنسبة لممثلين الشعوب كيعني وجهة وأرضية أساسية يمكن البناء عليها من تعزيز قيم الحوار وتأصيل التعاون والتبادل الدولي في هذه القضايا. نعم سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.